تعرفون متى أول يوم برمضان؟ باكر يمكن، أو بعد باكر يمكن. هذه أول ليلة برمضان. أكيد جدي يعرف. يدو يدو، متى رمضان؟ هلا هلا بالغالي يدو. أنا يوم كنت بعمركم كنت أنا ويدي نسير الصحراء نبي نشوف الهلال، ويوم تكون السماء صافية وما شيء غيوم كنا نقدر نشوف الهلال، وشي نعرف متى رمضان. يعني الحين لا صرنا فوق على بناية بالفريج نقدر نطالع الهلال بروحنا وقتها نعرف متى رمضان. إيه نعم. واو كبيرة، أنت اللي وايد صغيرة. حنلاقي الهلال. طب خلينا نشوف البناية اللي هناك.